وفرت إدارة الجوازات أجهزة أبشر الذاتية في المجمعات التجارية، والتي تسهل على المستفيدين الحصول على الخدمات الإلكترونية بسهولة. لكن البعض من المجمعات تم إغلاق الجهاز أو انتشاله من الموقع. نتحدث بشكل موسع مع مراسل الإخبارية في جدة عبد الله بن شهران. أهلا بك عبد الله، مساك الله بالنور. أهلا وسهلا فيك أحمد، ورحب بك ورحب السادة المشاهدين. أتواجد في هذه اللحظات في إحدى المجمعات التجارية في محافظة جدة، الذي يقع في شارع التحلية. يعني مثل ما هو متعارف، أجهزة أبشر يتم تكون متواجدة في جميع المجمعات التجارية لتسهيل وتقديم الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين الذين يريدون الاستفادة من أجهزة أبشر المنتشرة في جميع المراكز والمجمعات التجارية التي خصصتها إدارة الجوازات في توزيع الأجهزة في معظم المجمعات والمراكز التجارية في محافظة جدة. ولكن في هذه اللحظات أنا أتواجد في أحد المجمعات التجارية التي لم يكن فيها أو يتواجد فيها جهاز أبشر، وتم توفير جهاز أبشر بعد منتصف الليل. أيضا يعني أثناء تواجدنا قبل ساعة من الآن، مثل ما تشاهد خلفي في أحمد، لم يكن الجهاز متواجد قبل ساعة، وهو مثل ما هو متعارف، يعني هذا المجمع يعني لم يوفر هذا الجهاز إلا بعد منتصف الليل، وجميع المواطنين والمقيمين متضجرين من هذا الموضوع. أيضا التقيت قبل قليل بأحد المواطنين وقدم شكوى لوزارة التجارة في عدم توفير هذا الجهاز الذي خصصته الجوازات على مدار الساعة أثناء يعني عمل المول. أيضا في هذه الساعات يعني أحمد لم يكن يتواجد هذا الجهاز طوال الساعات الماضية، ولكن إدارة المول لما علموا بتواجد قناة الإخبارية يعني وفروا هذا الجهاز الآن. أيضا مثل ما ذكرت لك أحمد، يعني الجهاز يتم توفيرا بعد الساعة الواحدة صباحا، وهذا ما يخالف الأنظمة والسياسة المتعارف عليها في تقديم خدمة أبشر الذاتية لجميع المواطنين والمقيمين. أيضا لعل الزميل المصور سلطان يلتقط لكم هذه اللقطات الحية والمباشرة أثناء تواجد المواطنين والمقيمين عند الساعة الواحدة صباحا. يتواجد في هذا المكان عدد كبير من المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذا الجهاز في منتصف الليل. أيضا إضافة على ذلك، من الأوامر السلبية التي يعني نرصدها الآن أحمد، أنه لا يتواجد أي ملصقات أرضية لنظام التباعد الجسدي ما بين الشخص والشخص الآخر. هذه أبرز الأشياء التي كانوا المواطنين والمقيمين يتضجرون منها، لأنه الموقع التجاري أو المركز التجاري الذي يقع فيه الآن يعني يخدم الأحياء المتواجدة في وسط مدينة جدة، وهذا المجمع لا يوفر أجهزة خدمة أبشر الذاتية إلا بعد منتصف الليل، وهذا ما يتعارض يعني مع عدد كبير من المواطنين والمقيمين من ناحية الوقت. جميل عبد الله، يعني واضح من الصورة أنه تم تركيب هذا الجهاز منذ وقت قريب جدا، لكن نسبة إقبال أو احتياج يعني المستفيدين من المواطنين والمقيمين لهذا الجهاز، هل رصدتها عبد الله؟ بالفعل مثل ما ذكرت لك، يعني إدارة المول لما علموا بتواجد قناة الإخبارية قبل ساعة وفروا الجهاز، والجهاز لا يعمل إلا في عند الساعة الواحدة صباحا. بالنسبة للإقبال، يعني نشاهد ورصدنا خلال الأيام الماضية تواجد عدد كبير من المواطنين والمقيمين يعني إلى خارج باب المجمع التجاري الذي أقع فيه، وهذا إن دل يدل على الإقبال الكبير الذي يحصل أو يستفيد منه المواطنين والمقيمين من هذا الجهاز. أيضا يعني مثل ما ذكرت، يعني هناك تضجر من المواطنين والمقيمين في عدم توفيره طوال فترة تشغيل أو توقيت المول وإتاحة لجميع المواطنين والمقيمين أثناء فترة العمل. هل اتضحت عبد الله الأسباب مثلا في تأخير وجود هذا الجهاز خلال بعض الأوقات، أم لم يكن هناك أي مبرر واضح حتى الآن؟ بكل تأكيد يعني قناة الإخبارية تتشرف بجميع الأطراف يعني في استقبال يعني تبريراتهم، وتواصلنا مع إدارة المول قبل قليل ولكن لا يوجد أي رد، ولكن كالمعتاد يعني الطرف الثاني دائما يتهرب من المسؤولية أو يتهرب من التبرير، وكنا ننتظر قبل قليل أحد المسؤولين في التواجد لهذا الموقع، ولكن للأسف لم نحصل على أي تبرير.